أصدقاء مدينة زويل، مجموعة من المتطوعين وهدفهم الأساسي هو دعم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا عن طريق التوعية بأهمية مدينة زويل كمشروع قومي، وبندعو للتبرع إلى حساب مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا على حساب رقم 1000 في جميع البنوك داخل مصر. أما إبداع هو أحد مشاريع أصدقاء مدينة زويل واللي حيثري الهدف الأساسي للأصدقاء. إبداع بتهدف إلى 3 أهداف أساسية. الهدف الأول هو التوعية بأهمية مدينة زويل كمشروع قومي حيحول مصر إلى دولة مصدرة للتكنولوجيا. أما الهدف الثاني فهو اكتشاف وتطوير ودعم المبدعين. أما الهدف الثالث هو عمل حلقة وصل بين المبدعين ورجال الأعمال والأكاديميين ورجال الأعلام. يفضل لنا سؤال، إزاي حنحقق أهدافنا؟ سيتم تحقيق هذه الأهداف عن طريق مجموعة من الأنشطة: مؤتمرات، فيلم وثائقي درامي، وموقع إلكتروني، وبرنامج إذاعي. حيكون في مؤتمر يعقد مرة في السنة، وفي خلال السنة حيتم عمل 27 مؤتمر في جميع محافظات مصر، وسيعقد المؤتمر الأول في 27 فبراير 2012 بقاعة الأوبرا بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في 6 أكتوبر. وبالفعل تم اختيار 10 مشاريع حاصلة على براءة اختراع، وسيشهد الحدث تكريما خاصا للبروفيسور الدكتور أحمد زويل اعترافا من شباب مصر بالمجهودات التي يقوم بها لإعادة نهضة مصر وأمجادها، وردا للجميل الذي ستحمله الأجيال القادمة لمفجر الثورة العلمية في مصر والعالم العربي. مش بس كده، كمان في المؤتمر حيكون في مفاجأة، فيلم وثائقي درامي الأول من نوعه في مصر والوطن العربي، اللي بيعرض لنا أفكار الشباب في إطار درامي شيق. والفيلم الوثائقي قائم عليه مجموعة من المتطوعين، مخرجين وسيناريست ومصورين ومعدين ومهندسي صوت ومونتاج وممثلين. أما عن الموقع الإلكتروني فمن خلاله تقدر تسجل لحضور المؤتمرات كفرد أو مؤسسة، وتقدر تنضم لإبداع كصاحب مشروع أو رجل أعمال أو أكاديمي. وفي الموقع الإلكتروني حيكون في خدمة مهمة جدا ورؤية مختلفة لعملية الإبداع. اللي بيحصل إن المبدع بتجيله فكرة يحولها لابتكار أو اختراع، ومن هنا تبدأ رحلة البحث عن مستثمر أو سوق. لكن من خلال الموقع الإلكتروني لإبداع حتكون الفكرة معكوسة. إزاي؟ طبعا في مجتمعنا الكثير من المشكلات قد تكون زراعية أو صناعية أو إدارية أو هندسية أو طبية. الموقع الإلكتروني لإبداع حيسمح باستقبال هذه المشكلات اللي حيتم عمل مجموعات متخصصة لعمل بحث ميداني للتعمق في أسباب المشكلة ومحاولة إيجاد حلول لها، اللي ممكن تكون بحث أو اختراع أو ابتكار. وحتى يتم الترويج والتسويق لأفكار الشباب حيتم عمل برنامج إذاعي، وحتكون بدايته من على اليوتيوب، واللي إن شاء الله مستقبلا يكون برنامج تلفزيوني يبث عن طريق القنوات الفضائية. برنامج إبداع الإذاعي حيعرض 270 فكرة تم اكتشافهم من خلال المؤتمرات اللي حتتبنى 10 أفكار من كل محافظة. أما عن الأفكار التي لم يتم اختيارها سيتبناها البرنامج الإذاعي لترويجها وتسويقها. كيف تدعم إبداع؟ ممكن تدعم إبداع كمشروع، أو تدعم المشاريع المقدمة من المبدعين. يكون دعم إبداع كمشروع من خلال رعاية أنشطته المختلفة. ولمزيد من التفاصيل عن طرق رعاية المشروع يمكنكم التواصل معنا على الإيميل info@ibda.info. حقوق ملكية المشروع محفوظة لصاحبة الفكرة ومؤسسة صفحة أصدقاء مدينة زويل المستشارة سالي السيد وفريق عمل إبداع.